اللبس بتاعي. هو ايه اللي في ايدك ده؟ مفيش يا بيليا، ده ازازة دوت كلور كنت جايبه لامك. يا رب بيليا ما يفتح التلاجة يا رب، لو فتح التلاجة هشرب البيبسي كله. اه صح، اخد لي بقى قبل ما انزل. وبعد كده احط البيبسي في التلاجة وانا ماشي اقول له ان دوت مش بيبس. هو بقى ايه؟ هيفتكر ان دوت مش بيبس بجد. انا هخليه لحد ما يمشي واخش اشوف في ايه. هاي بره كاني مش بيبس. فؤاد يا بيليا، هو ايه اللي كان في ايدك ده بصراحه؟ يا ابني انت مش مصدقني ليه يا ابني؟ بقول لك ازازه كلور كنت جايبها لامك، بس دوت كلور اسود. اوعى بيليا تيجي جنبه يا بيليا. انا بص شلته في الثلاجه عشان خاطر ما حدش يجي جنبه، عشان ما تجيش تشرب منه تموت ولا حاجه. بص انا هنزل انا دلوقتي العب كوره مع زمايلي، وبعد ما اطلع هدي لامك الكلور. ماشي، اوعى تيجي جنبه يا بيليا. الواد ده هو ماشي، انا مش مطمنه. لا الموضوع ده في ان انا اخش اشوف ايه اللي في الثلاجه. فاكر نفسه كان نفسي فيه وربنا. انا اخده بقى اخبيه جوه ولا كني شفت اي حاجه. انا هخبيه تحت المخده واحط عليه المفرش ده بس كده، محدش شايفني الحمد لله. مش عارف ارميها فين، كل ما ارميها واحد يقول لي شيلها من هنا. طلعت بقى تاني يا عم بيليا. هو ايه اللي في ايدك ده؟ ده كيس الزباله، كل ما ارميه حد يقول لي شيله من هنا. طلعت بيه تاني، خلوه لك هنا يا بيليا. ازازه البيبس يا ابن الحراميه يا بيليا، هطلع اوريه انا بقى. شيبسي، اه الشيبسي يا لهوي. دي انت هاتي. الله الله، كل اللي عملت افتح الشيبسي الاول ولا البيبس الاول. انا افتح الشيبسي ده. اكيد نزل تحت يجري، اكيد هرب وربنا ما راحين لك يا بيليا. ها ده نزل وربنا قافل الدرباس عليه. بس يا كده قفلت عليه بس كده. يلا مقام الاكل. مش فاتح. افتح يا بيلي يا ابني. افتح يما، ده شكله عفريت. يا مامي شكله عفريت، اعمل ايه انا دلوقتي؟ الشيبس والحنطه.